استضافنا يعني فريق الحزب الفريق انه مدرب محنا كفريق متكامل، فعرفنا يعني خاصة بعد الهزيمة ديالنا غير توقع تعطل الدورة الماضية، دونك انشينا في ديك الساعة لأن كتعرض مثلا لا بروغراماسيون ديال لي ماتش كتكون شوية صعيبة، يعني حنا جينا لأكادير نهار الخميس، دونك شنو غادي دير باش تحيد العيا تخدم تبريباري ديال لا كوريسيون ديال لي زيرور ديالك، شنو غادي تبريباري لادفيرسير، دونك جرينا المسائل ديالنا التقنية، دونك درنا ماتش كوريكت، أهم شيء في هاد المباراة هادي ملي كنا نستاهلو الهزيمة كنا أهم شيء ناخدو نقطة هنا من ملعب الأدراب، اللاعبين نقدرو أقدمو كل ما فعل في الجامعة ديالهم، كتبقى هادي كرة القدم فعل أخطاء، فأهم شيء فهو كنشكرو اللاعبين على الانضباط ديالهم رغم أن تلقينا هدفين، ولكن كان مكانش الكرة معنا فما نصفتناش يعني فترة من في المباراة يعني سحبنا عدة فرص، مي أهم شيء هو يعني رغم أن نازلين بهم ولكن كانت شخصية كان فريق منظم رغم أن تلقينا هدفين، ما تعرفش كرة القدم مازال ما نزيدوش الشغل إن شاء الله تعالى، لأن مازال باقي الدورات إن شاء الله، باش أهم شيء هو كانت لا رياكسيون ديالنا كانت بوزيتيف، فكنشكر اللاعبين أهم شيء يعني أما كما قلت يعني أهم شيء ما كناش خصنا يعني ناخذوا يعني مسافة نقطة، كنا أهم شيء ناخذوا نقطة واحدة وكتبقى لي كرة، فكنظن كانت شخصية دابا كانت واقفة، فكنظن يعني حنا رغمنا فريق ديال الحسين كذلك على المباراة، ولا بعد لي كونتر حنا تحتنا عدة فرص، يعني كتقول يعني هزيمتين متتاليتين، لكن حنا ما كناش في التيران، كانت لاغيات ديالنا كانت مزيانة، تحتنا عدة فرص، كنظن ملي كتكون عندك دي جون كتكون واقعة كرة القدم واقعة فيها الأخطاء كتوقع، يعني كتبقى دي زيرو ملي كنظن هذه كرة القدم داخلة فيها، يعني ما كانش الأخطاء ما تكونش هدف، بالعكس كانت لابريزون ديالنا كانت حاضرة في الملعب، فأهم شيء هو كما قلنا، فأهم شيء هو كنشكر اللاعبين على رياكسيون ديالهم، لأن المباراة محاولة ديك الصوالح باهية اللي عندنا في المباراة في الملعب ديالنا في ملعب الباشي المحمدية، كانت الشخصية ديالنا كانت حاضرة في الشوط الأول تحتنا عدة فرص، لأن غنجي نشوف مثلا حاجة اللي كدير فمن غير الفرصة اللي جا منا ضربة ثابتة ما كانت حتى شي حاجة، كانوا لاعبين لكن حنا لي كونتر ديالنا كانوا بزاف ديال لي زوكازيون في بروميير ميطون، مي كانت كتقطع شوية ديك النجاعة الهجومية، مي في لا دوزيام ميطون درنا دي شونجمون، أهم شيء هو رجعنا في الماتش اللي كتبقى معايا في كرة القدم الجزئية بزاف داخلة في كرة القدم، فأهم شيء كانت لا بالعكس كنشكر اللاعبين وهذه كرة القدم، إن شاء الله مازال نزيدو الشغل. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.